منح رئيس الجمهورية وسام الشجاعة لوحدة مكافحة الإرهاب بقوات الأمن الخاصة التي نفذت عملية نوعية ضد عناصر قيادية خطرة من تنظيم القاعدة الإرهابي بمحافظة شبوة. وقال الرئيس هادي في رسالة شكر لتلك الوحدة الأمنية إن هذه العملية البطولية تمثل رسالة قوية لعناصر الشر والإرهاب، وتعكس مدى القدرات المتميزة والكفاءات العالية التي تتمتع بها وحدة مكافحة الإرهاب وجاهزيتها الدائمة لتنفيذ مهامها على أكمل وجه والوصول السريع إلى العناصر التي تهدد أمن واستقرار الوطن أينما كانت وحيث لا تتوقع تلك العناصر. اغتيل ضابطان في جهاز الأمن السياسي ومرافق مدير مطار صنعاء الدولي في حادثين منفصلين بالعاصمة صنعاء. وقالت وزارة الداخلية إن مسلحين يستقلان دراجة نارية وبلباس عسكري أطلقا النار على العقيدين في جهاز الأمن السياسي أحمد عبدالله النجدي ومحمد محمد عريج أثناء مرور سيارتهما في تقاطع العمري جنوب العاصمة صنعاء، ما أدى إلى استشهادهما. وفي حادث منفصل قتل جندي وهو المرافق الشخصي لمدير مطار صنعاء برصاص مسلحين يستقلان دراجة نارية جوار المطار. دعا مجلس القضاء الأعلى منتسب السلطة القضائية الذين يواصلون للأسبوع الرابع إضرابا عن العمل، دعاهم إلى التعاطي مع المشهد الحالي بحنكة وعقلانية تحفظ للقضاء مكانته ووجوده. واعتبر مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه اليوم من غير الطبيعي استمرار إغلاق مقرات المحاكم والنيابات الذي يتسبب في حرمان المواطن من حقه في العدالة. وأكد المجلس أنه لم يدخر جهداً في متابعة مطالب أعضاء السلطة القضائية وخاصة المتعلقة منها بتوفير الحماية الأمنية لأعضاء ومقرات القضاء وضبط وإقالة المتورطين بجرائم الاعتداء عليهم، باعتبار ذلك حقاً لا بد من انتزاعه ومطلباً شرعياً لا يمكن التفريط فيه كما جاء في بيان المجلس. شدد وزير الداخلية اللواء عبد حسين الترب لدى ترأسه اليوم اجتماعاً للجنة الأمنية في محافظة ذمار، شدد على أهمية رفع اليقظة والجاهزية الأمنية واتخاذ مبدأ الثواب والعقاب للارتقاء بالعمل الأمني وتحقيق أهدافه وغاياته السامية المتمثلة في حفظ الأمن وتعزيز الاستقرار. وأكد الترب أن المرحلة القادمة تقتضي تضافر جهود الجميع وترسيخ المحبة والتسامح والتصالح والتعايش تحت مظلة الوطن الذي يتسع للجميع. إلى ذلك تفقد وزير الداخلية ومعه مدير شرطة المحافظة المركز التدريبي العام للشرطة بالمحافظة واطلع على أهم مرافق المركز الذي يقوم بتأهيل وتدريب عدد من الدفع والتخصصات الأمنية التي تخدم العمل الأمني. رشحت الجمهورية اليمنية مدينة تعز لتكون عاصمة للثقافة العربية في العام 2020. وقال وزير الثقافة الدكتور عبد الله عوبل إن ترشيح مدينة تعز لتكون عاصمة للثقافة العربية جاء بناء على خصوصية المدينة ومدى حاجتها للدعم ما يعزز من قدراتها كعاصمة دائمة للثقافة اليمنية. وتلقت وزارة الثقافة مؤخرا خطابا من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الإليسكو ردا على خطاب الترشيح، طالبت من خلاله اليمن موافاتها بملخص المشروع التنموي للمدينة. اختتم في مدينة تعز مشروع توعية النساء بحقوقهن السياسية في مخرجات الحوار الوطني. واستهدف المشروع على مدى 3 أشهر 3500 امرأة يمثلن 54 مؤسسة ومدرسة وجامعة ومنظمة مجتمع مدني. تظاهر أمام شركة النفط والغاز في محافظة صنعاء العشرات من مالكي محطات الوقود منددين باستمرار أزمة المشتقات النفطية، وطالب المحتجون حكومة الوفاق الوطني بتحمل مسؤولياتها في مواجهة ظاهرة احتكار المشتقات النفطية ومحاسبة المتسببين فيها. وتشهد العاصمة صنعاء وعدد من المدن اليمنية أزمة مشتقات نفطية تدخل أسبوعها الثالث وسط تجاهل رسمي. ناشد أهالي مديرية عرما بمحافظة شبوة السلطة المحلية بسرعة إقالة مدير عام المديرية الذي قالوا إنه متغيب عن العمل لأكثر من 5 سنوات. وقال أهل المنطقة إن الغياب غير المبرر لمدير عام المديرية حزام الحارثي
تسبب في تعثر عدد من المشاريع الخدمية في المديرية. أشير في محافظة الضالع مبادرة شبابية بعنوان الوطن فضاء واسع يحتضن الجميع، والتي تهدف كما يقول القائمون عليها إلى إيجاد مكون مدني داعم لمخرجات الحوار الوطني والانتقال السياسي. وتسعى المبادرة لإيجاد حلقة تواصل بين منظمات المجتمع المدني والمبادرات الشبابية في إقليمي الجند وعدن للإسهام في تعزيز ثقافة الحوار والمدنية ودعم المرحلة الانتقالية. أكد ناشطون حقوقيون على ضرورة تشكيل هيئة وطنية بحجم الأموال المنهوبة والتي تقدر بمليارات الدولارات. جاء ذلك خلال ورشة عمل ناقشت في مدينة تعز مشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة. وأكد المشاركون في الورشة أهمية الحشد والمناصرة الشعبية والمؤازرة من قبل المنظمات المدنية والقوى السياسية لإخراج قانون استرداد الأموال المنهوبة إلى حيز التنفيذ. دشن في العاصمة صنعاء حملة صحة سجين، والتي تستهدف على مدى أسبوع نزلاء السجن المركزي ودار الأحداث ودار الوئام. وتهدف الحملة التي تنفذها الجمعية الطبية الخيرية بمناسبة اليوم العالمي للصحة، تهدف إلى إجراء فحوصات طبية للسجناء وتثقيفهم صحياً. حذر مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء من خروج المحطات الكهربائية عن الخدمة بشكل كامل في غضون 3 أيام ما لم تقم الجهات المختصة بتوفير الوقود الكافي لتشغيلها. وأكد المصدر خروج 150 ميجا من قدرة المحطات الكهربائية بسبب عدم توفر الكمية الكافية من الوقود لتشغيلها. خرجت بمحافظة حجة تظاهرة حاشدة للمطالبة بإزالة المظاهر المسلحة والتي انتشرت بشكل كبير وسط المدينة، ونادد المتظاهرون بصمت قيادة المحافظة وأجهزة الأمن تجاه ما تشهده المحافظة من انفلات أمني وانتشار المسلحين، داعين الحكومة لتحمل مسؤولياتها وتوفير الأمن والاستقرار للمواطنين. نفذ أهالي صنعاء القديمة صباح اليوم وقفة احتجاجية أمام المجلس المحلي لمطالبة الأجهزة الأمنية بالقيام بدورها وتوفير الأمن لسكان المنطقة وضبط ميليشيات الحوثي المسلحة الذين يقومون بإثارة الرعب وممارسة الطائفية والمناطقية في مساجد المدينة والسعي للسيطرة عليها وإدخال مفاهيم العنف والطائفية. كما طالب المحتجون بسرعة فتح جامع الفرقان الذي أغلقته جماعة الحوثي المسلحة الأيام الماضية. افتتحت مدرسة القدس الأهلية بصنعاء معرضاً للوسائل التعليمية والتراث اليمني. وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم لقطاع المناهج والتوجيه علي الحيمي على أهمية إقامة مثل هذه الفعاليات في تنمية مهارات الطلاب على إنتاج الوسائل التعليمية والابتكارات العلمية. من جانبه كشف الحيمي عن إنتاج الوزارة ل200 معمل للوسائل التعليمية. جاء ذلك خلال إطلاعه على عملية سير إنتاج المعامل والمجسمات التعليمية في الإدارة العامة للوسائل والتقنيات بصنعاء. تتواصل بمحافظة حجة الدورة التدريبية الخاصة بالمشاركة السياسية للمرأة والتوعية بحقوقها. ويشارك في الدورة ممثلات من مختلف القطاعات النسوية للأحزاب وبدعم منظمة يمن بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.